السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنشوف موقع اسمه موديل ال او دوت اي او. ده بترفع عليه الموديل بتاعك وتشاركه مع الناس. يعني اقول له كريت بروجكت، هيقول لي سميه، هقول له مثلا اس او اي، واقول له كريت. تبدأ بقى تكتب اسم الكلاينت، الكريت، اللوكيشن، الديدلاين، البروجكت سايز بتاع المشروع دوت، مدته هتبقى قد ايه، عدد الموديول اللي موجود فيه، التوتال ريفيو، التوتال اشيو، التاج كايرو. وبعد ما تخلص تقول له سيف، وبعد كده تدخل هنا في الموديل وتقول له انا عايز اعمل نيو فولدر احط فيه الموديل، او اقول له ابلود موديل، وتبدا ترفع الموديل اللي انت عايزه. تمام، في مثالات كتيره موجوده، ممكن ترفع اس دي ام، سكتش، اف بي اكس، اوبجكت، اي اف سي، وهكذا. نحط له هنا اي اف سي، واروح هنا على البيم اكستنشن، هتلاقي هنا اي اف سي كتير. خلينا نختار واحد يكون مساحته كده معقوله خالص، اي اف سي، وليكن مثلا دوت. وتقدر تضيف اكتر من شخص يشتغل معاك في المشروع دوت. تمام، لان مفيش حد بيعمل مشروع لوحده، فكذا واحد يبقى موجود معاك ويراجعوا معاك ويعملوا ابلود حسب الصلاحات اللي انت هتديها لهم. اهو الموديل اهوت، اقدر ادوس عليه يفتحوا لي في 3D. تمام، لسه بتعمل له ابلود، بس اول ما تعمل له ابلود نقدر نشوفه ونعمل كومنتات عليه لو احنا عايزين. تمام، لو جينا هنا مثلا في البروجكت ده مثلا مشروع موجود، تمام، تقدر تدوس عليه برضو تاخد المعلومات اللي انت عايزها. فيو موديل، او ده مشروع كنت انا شغال فيه. وتقدر من خلال المتصفح، مش محتاج ان انت تكون عندك اي برنامج من البرامج، ان انت تشوف المشروع بالشكل دوت. تقدر تقول له انا عايز اشوفه من التوب مثلا، من الفرونت، من الرايت، ايزومتريك، زي ما انت عايز. وتقدر تعمل زوم وتقدر تشوفه من اي جهة انت عايزها.